أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج في العمق تأتيكم عبر قناة المغاربية في لندن. عام مضى على حرائق منطقة القبائل، وعام كذلك مضى على جريمة قتل الفنان الشاب جمال بن اسماعيل، شاب ذهب للمساعدة في إطفاء حرائق منطقة من مناطق بلده لكنه عاد منها جثة هامدة أحرقتها نيران شباب غاضب، كما أحرقت النيران مساحات شاسعة من تلك المنطقة. السلطات وكما جرت العادة لم تتحمل مسؤولية ما حصل، بل ألقت باللائمة على أطراف آخرين كما جرت العادة في ذلك. نتذكر اليوم ما حصل في تلك المنطقة وتحديدا ما حصل لجمال بن اسماعيل. نحاول أن نستفيد ونستخرج عبر ضيوفنا مما حصل دروسا بعد مضي سنة كاملة. التقرير التالي فيه المزيد. أراد إطفاء الحريق فأحرقته نار الغوغاء. الفنان والرسام جمال بن اسماعيل، أو شهيد الحرائق كما بات يسمى في الجزائر، يمر عام كامل على مقتله بتلك الطريقة الوحشية تحت سمع وبصر الشرطة التي سحب من سيارتها ليسحل ويحرق، وتوثق هذه الصور التي هزت الجزائر والعالم. قبل أيام من الجريمة المروعة كان أقصى طموح الشاب الوطني المفعم بالحياة هو مداعبة قيثارته والتطلع نحو تحقيق العدل والحكم الرشيد في بلد أحبها وأهلها. رق جمال لمشاهد الحرائق المهولة في منطقة القبائل وسكيكدا ومناطق أخرى، وهب لنجدة إخوانه من على بعد 320 كيلومترا من مدينته خميس مليانة، داعيا عبر صفحته الشخصية إلى نجدة هذه المناطق التي شهدت في أوت من العام الماضي اندلاع أكثر من 70 حريقا أدت لمقتل نحو 90 شخصا، ورافقتها حملة شعواء من السلطة الحاكمة لاتهام مندسين من حركتي رشاد والماك تأتمر بأوامر خارجية بإشعال فتيل هذه النيران، فشحنت العقول وتأججت النفوس ضد كل وافد جديد. ساهمت الآلة الإعلامية للنظام الجزائري في إذكاء نار أخرى في صدور سكان المنطقة، وخير دليل على ذلك تصريحات رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن للتلفزيون الرسمي يوما واحدا قبل مقتل جمال بن اسماعيل، التي أكد فيها أن الحرائق كانت نتيجة عمل إجرامي، مضيفا أن التحقيقات الأولية في تيزي وزو أثبتت أن نقاط انطلاق هذه الحرائق اختيرت بعناية لإحداث أكبر قدر من الخسائر. أما الغريب حقا في تلك الحملة الشعواء فهي أن السلطة تجاهلت تماما المسؤول المباشر عن تلك الحرائق، وهو موجة الحر التي حذرت منها مصالح الأرصاد الجوية، والتي صرحت في نشرة إنذارية بأن درجات الحرارة في المنطقة ستصل إلى 46 درجة، محذرة من حرائق محتملة. في عرف السلطة وعوانها ليس المناخ متهما، فهو لا يحقق رغبتها في استدعاء البعبع الخارجي ويلقي على كاهلها المسؤولية، لتعمد إلى شحن للعواطف وشحذ لرغبة الانتقام لدى قرويين بسطاء فقدوا كل شيء في الحريق ويرغبون في الانتقام من أي شخص دون انتظار دليل الإدانة. رحل جمال بن اسماعيل عن لوحاته وقيثارته وحلمه بوطن عادل، وتفرق دمه بين القبائل في منطقة القبائل التي أحبها ولفظ فيها أنفاسه الأخيرة. للتعليق على هذا الموضوع أرحب بضيفي من موريال المدون والناشط في الجالية الجزائرية جهاد حليمي. مرحبا بك أستاذ جهاد، وشكرا جزيلا لقبول الدعوة والمشاركة. كما ينضم إلي من الجزائر المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ عبد الله هبول. مرحبا بك أستاذ عبد الله، وشكرا جزيلا لقبول الدعوة والمشاركة. وأبدأ معك أستاذ عبد الله، بعد مرور سنة على هذه الجريمة البشعة، السلطات قالت أنها أجرت تحقيقا، لكن تفاصيل هذا التحقيق لم تكشف بعد، حتى من وقع إيقافهم في جريمة قتل الشاب جمال بن اسماعيل لم يعرضوا بعد، ربما في خادم الأيام. لماذا إلى حد الآن السؤال الذي يعني تكرر خاصة في هذه الذكرى الأولى، لماذا لم يقع لحد الآن الكشف عن تفاصيل هذا التحقيق لمعرفة حقيقة من كان يقف وراء جريمة ليس فقط إشعال تلك الحرائق، بل كذلك جريمة مقتل الشاب جمال بن اسماعيل؟ مساء الخير، تحية لمشاهدي قناة المغاربية. مساء النور الكرام. أولا السؤال الذي يطرح، لماذا بالضبط هذه الحادثة أو الجريمة
أخذت مثل هذا الأبعاد الكبيرة جدا، لأن الجزائر عرفت أحداث أشد خطورة وقعت فيها ضحايا وتوفوا العشرات بل المئات. ولكن حادثة جمال إسماعيل أريد لها أن تترسخ، أن تترسخ في أذهان وأن يعطى أو يستخدم انطباع غير سليم أو انطباع سيء على منطقة أو من الشعب الجزائري. يجب أن نرجع إلى الوراء بالضبط. الظروف اللي وقعت فيها هذه الحادثة تميزت باندلاع حرائق غير مسبوقة في منطقة القبائل، ولحد الآن الحرائق، هذه الحرائق لا يعرف من هم المتسببون ومن هم المتورطون. هل هي حرائق نتيجة ارتفاع درجة الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، أو الإهمال من طرف السلطات المحلية في التكفل منها بها، أم عن طريق فعل فاعل؟ إذا كانت هناك ملفات أو تحقيقات أو ناس تمت متابعتهم قضائيا وموجودون في السجن، فمن المفروض أن عرض هذه الملفات أمام في الجلسات العلنية وأمام الشعب أو حضور الرأي العام قد يسمح بمعرفة بعض تفاصيل أو فك لغز خيوط هذه الحرائق. والملاحظة أن الحرائق خلفت تقريب أكثر ما يقارب من 250 قتيل وخسائر مادية هائلة، وما خذاتش نفس الاهتمام الكبير أو نفس التأثير اللي خذاته حادثة مقتل جمال بن سعيد. أولا الطريقة اللي قتل بها في الأربعاء نافراتا لما كان موجود في سيارة الشرطة، وبالقرب من مقر الأمن الدائرة على ما أعتقد، ووسط العشرات من المواطنين، وفعلا تم التنكيل بجثته. السؤال المطروح ولحد الآن ما نعرفوش عليه الإجابة، هل الجريمة جاءت عابرة أو الحادثة كانت عابرة؟ سيت ان كونكور دو سيركونستانس، ظروف هي التي أدت إلى حدوث الجريمة، أم أن هذه الحادثة كانت مدبرة أو نسجت خيوطها في جهات أو من طرف أطراف معينة؟ هذا غير واضح. الشيء اللي موجود حاليا هو أنه ملف فيه متابعة قضائية العشرات من الأشخاص، واللي قدموهم في الشاشات التلفزيون العمومي على أساس أنهم متورطين في هذه القضية. ويبدو أنه بعد عام من تحقيقات، طبعا أنه شيء اللي معروف أنه مسائل متعلقة بالتحريات والتحقيق القضائي تخاط أو تحاط بغطاء من السرية حفاظا على حسن إدارة العدالة وكذا، حفاظا على الأدلة وعدم التأثير عليها. ولكن الشيء الملاحظ أنه ملف بمثل هذا الحجم يغلق في مدة عام. عام يتم غلق التحقيق وبرمجة الملف نتاع جمال بن سمعين أمام محكمة الجنايات الابتدائية في مجلس قضاء الجزائر، ويتم تأجيله إلى دورة مقبلة على أساس طلب المحامين. وهنا السؤال المطروح، ملف بمثل هذا الحجم بمثل هذه الخطورة بعدد المتورطين والاتهامات في حدود أو المنسوبة إليهم، أنه لا يعرض أو ما يتنقلش للمحكمة العليا، لا سيما أنه فيه قرار بالإحالة على محكمة الجنايات، والشيء معروف من عند الممارسين تاع القانون سواء محامين أو قضاة، قضايا أقل أهمية تطلع أو تصعد للمحكمة العليا. على الأقل هذه المحكمة تلقي نظرة أو تراقب مدى قانونية أو سلامة الإجراءات. يبدو أنه فيه اتفاق ضمني بين جميع الأطراف على أن تحال أو أن تحال مباشرة هذه القضية أو هذا الملف اللي خذا بعد كبير جدا جدا. سمحوا لي أنا نطرحه على جمال بن إسماعيل كان ضحية، لكن في نفس الوقت يجب أن تعاد الأمور إلى نصابها. هذا الملف أخذ أبعاد كبيرة وكبيرة جدا، بدليل أنه أريد له أن يأخذ منحة أو اتجاه اللي يمس بوحدة الشعب الجزائري، يمس بوحدة الوطن، وشيطن منطقة ويبث الكراهية، ولي
حسن الحظ انه الشعب الجزائري باطيافه الكثيره ابدا تضامن وتفاهم سنعود كبير جدا وبرهن بانه كان لحمه. استاذ عبد الله سنعود لعمليه التضامن هذه، لانه جمال نفسه ذهب تضامنا مع أهالي المنطقة ومساعدة لهم، سنعود لهذه القضية، لكن دعنا في أطراف الجريمة والأسباب التي أدت إليها. أستاذ جهاد حليم أرحب بك مرة أخرى. البعض يتهم النظام بطريقة ما بمساهمته في خلق أجواء تؤدي إلى مقتل جمال بن إسماعيل، تؤدي إلى ذلك الغضب الكبير الذي كان عند الشباب الذين يعني لم يكتفوا بأن تأخذه الشرطة ويؤخذ على المخفر، بل يعني وقع إخراجه بالقوة من سيارة الشرطة وفعلوا به ما فعلوا في تلك الجريمة النكراء. ما مدى فعلا مساهمة السلطة في إذكاء ما يمكن نسميه بنار الفتنة بين أهالي المنطقة وبين من جاء من الخارج ليساعدهم، فصار وكان هو المتهم بإحراق تلك الأماكن أو بإشعال تلك الحرائق، مساهمة السلطة في ذلك برأيك؟ أول شيء ما نجمش نحكم إذا كان السلطة هي اللي جابوا جمال بن إسماعيل وهم اللي قتلوه، ثم يعني كاين دعايات تقول هذا الشيء، بس هذا الأمر يعني مشكوك فيه، ممكن جدا أن السلطة تدير هذا الشيء، بصح ما كانش دلائل. بصح السلطة المسؤولية نتاعها مسؤولية تامة، لما مواطن جزائري راهو تحت عهدة رجال الأمن في الدولة الجزائرية، ورجال الأمن باش ما يدخلوش هما في قلاقي مع الشعب، ثم يخليوه هو يروح ضحية كان تحت مسؤوليتهم. هنا نحمل النظام مسؤولية كاملة بالإساءة لهيبة الدولة الجزائرية، لما إنسان تحت عهدة الدولة الجزائرية يصدموا عليه ناس يدوه ويقتلوه بهذه الطريقة، هذيك يعني الفريمة مخجنة، خلتنا نخجلوا أن الجزائريين لما نشوفوا أنه مواطن جزائري كيفاش يتساءليه بهذه الطريقة هذيك، هنا النظام عنده مسؤولية تامة. يعني نعاود نرجع لما بدأت الثورة السلمية، النظام باش يعاود يتحكم بزمام الأمور، يعاود يرجع لواحد الطريقة اللي دائما للأسف الشديد نحن كشعب جزائري رانا أرض خصبة عليها، سياسة فرق تسد. خرجنا من أجل احترام الشرعية الشعبية ورجعنا في مشاكل واحدة أخرى خلقها لنا النظام ولهانا بها، العربية ضد الأمازيغية، الفرنسية ضد الأنجليزية، يعني خلقوا مناخ من التفرقة والكراهية خاصة بين الجزائريين الناطقين بالأمازيغية والجزائريين الناطقين بالعربية، يعني كان جو من التفرقة والكراهية. والحمد لله لما يعني للأسف جات الحرائق في تيزي وزو في بجاية في خنشلة، كان حملة تضامن كبيرة قاموا بها أولاد وبنات الجزائر من كل المناطق وكسروا بها هذه الحملة التفرقة والكراهية، وبرهنوا باللي أولاد وبنات الجزائر باللي لما يتقاس واحد فيهم من كل الولايات يعني من الحدود للحدود راح يكون تضامن مطلق. يعني هذا شيء فريمو هز لنا الراس، يعني كنا متفائلين. للأسف من بعد جت جريمة يعني اللي أنا شخصيا يعني عندي 46 سنة حسيت حشمت بكوني جزائري مرتين في حياتي، حشمت لما شفت أولاد صغار يذبحوا في بن طلحة، وحشمت لما شفت الطريقة اللي تقتل بها خونا جمال بن إسماعيل. يعني الأسباب نتاعها يعني كما قال سيهبول قبيلة، المناخ يعني كان مناخ مشحون وصارت حملة باش تداوي هاك المناخ هذاك. درك كاين ناس بزاف ماذا بهم هاك الحملة هذيك تتكسر، النظام ماذا به انه الشعب الجزائري يكون متفرق. كما على بالكم منطقة القبائل فيها وعي سياسي اكبر من باقي المناطق لاسباب عدة، منطقة القبائل هي يسيطر عليها النظام على هذيك، لما ما تسيطرش على منطقة تخونها في عين الاخرين. دونك يعني واش راح نقول لك، كاين ناس بزاف عندهم يعني غاية، يعني يفرحوا لما تتكسر هذه الوحدة. كاين الانفصاليين ما يحبوش لما الجزائريين يتفاعلوا مع بعضهم، كانوا ماذا بهم يقولوا لهم
شوفوا غير القبائل البركه راهم تحرقوا واحد ما على بالو بهم كما الشيء اللي صرا في الربيع الاسود، والنظام ثاني ماذا به انه هذه الحمله تتكسر، بالتالي باش نعرفوا الحقيقه شكون دار وشكون المسؤول. هذا هو الشيء المؤسف مع النظام نتاع بلادنا، ما نجموش نعرفوا الحقائق، ما نجموش نديروا تحقيقات مستقله ما دام هذا النظام راهو اللي لا. هذا النظام راح يقول لنا واش راهو حاب. بالنسبه ليه هو الحرائق مفتعله، دارها دار التحقيق تاعو ليه لصق على الخصوم نتاعو اللي هي الحركات اللي صنفهم هو كحركات ارهابيه. الماكب من جهه واحده اخرى يخرجوا ليه حتى هما ثاني ويقول لك باللي راهو النظام. كما قال سي هبول من قبيله ممكن انه تكون هذه الحرائق ناتجه على تغيرات مناخيه، كما على بالكم الحرائق راهي في كل انحاء العالم. بصح للاسف نحن كجزائريين، وهذا هو الشيء المؤسف للغايه، ما نجموش نعرفوا الحقيقه لانه أنا النظام ما عندوش جرام مصداقية عندي. طيب، يبدو أن الأستاذ جهاد انقطع به الخط، لكن في الأثناء سنتابع مقطعا من كلمة جمال بن إسماعيل في منطقة في تيزي وزو، ثم نعود للتعليق. بارطاجيو ماكسيموم لي جون، بارطاجيو باذن الله. شوف هذا خونا او جال عندنا في راسك، هذا خونا هاك راح لنا كاع ونقسموا لك بربي غير بكيناه كاع. الله يفرح والله، ما بغيناش والله، ما سمح لنا. شوف والله ما تعتزوز ولا حسبوا عند الله شهيدا يا اخ، جاب باش يعاوننا، جاب باش ينحي الغبينة تاعنا. ربي بغاه، ربي اللي داه، والناس اللي دارهم نوكلوا عليهم ربي، ونوكلوا عليهم ربي، ونوكلوا عليهم ربي، يخلصوها باذن الله. هذه بلادك والناس اللي انا نقول لهم بارك الله فيكم، رانا خاوه، رانا بلاد واحده، رانا خاوه يا خويا، رانا خاوه. واش شوف انا نقول لك حاجه، ندير لك حاجه، اقسم لك بالله غير كان هذا طبعا والد جمال بن إسماعيل رحمه الله في تيزي وزو، وهذا التضامن الذي سنتحدث عنه بعد قليل. لكن كذلك إسماعيل، جمال بن إسماعيل لم يكن شخصا نكرا، كان من ضمن شباب الحراك، ممن يبحث عن التغيير وممن يريد المساعدة. وصوله إلى منطقة القبائل هو في هذا الباب لمساعدة أبناء تلك المنطقة. نتابع مقطعا من جمال بن إسماعيل رحمه الله ثم نعود. وهنا نغنوا ونطبلوا ودرناهم كامل نهار الخميس، قالت لنا نهار الخميس ماذا بيا لو كان تما في الطب الجامعي نتكاتبوا نسيو نورغانيزيو مسيرة سميتة سميتة نبانوا بما بيناتنا، ما كانش اللي توشينا. مسيرة سميتة تقليدا لروح الشهداء، تقليدا لضحايا الإرهاب، تقليدا لخوتنا اللي ماتوا في البحر، الناس اللي تعاني. نهار برك نهار برك خوف هذا الغناء. ايه ما انا مانيش كونت، انا نحب الغناء كامل، بصح نهار باسكو اللي كنقعدوا هكذا كاين عباد يقدروا يتبغلوا، يقدروا يجرونا للأسوأ، وإلا راحت الأسوأ ما عندناش حل. بصح لو كان نتكاشفوا بإذن الله، بصح لو كان خويا انا وزن معايا بصح شهر وهنا نغنوا نهار ما نقدروش نسكتوا. وإلا عجبتكم نيدي شوفوا كيفاش نديروا. أستاذ عبد الله هبول، يعني ليست قراءة في النوايا، ولكن جمال كان من شباب الحراك، الشباب الناشط، كنا نسمعه الآن يقترح في مسيرة معينة لهدف ولغرض معين، كان يتحدث على أن الانتباه حتى لا يقع اختراق مثل هذه المسيرات ثم بعد ذلك تستعمل ضدهم. يعني كان ناشطا يريد التغيير، يبحث عن التغيير. مقتله برأيك هل هو يعني فقط بريء؟ هل هي مجموعة من الشباب الغاضب قتلوه ظنا أنه أحد من يعني أشعل تلك الحرائق؟ أم هو ربما يكون يعني مستهدفا منذ خروجه حتى من يعني من بلدته باتجاه منطقة القبائل؟ يا سليم، لازمنا احنا نكونوا عقلانيين ومنطقيين. احنا بصدد حتى وقعت وخذات زخم. لماذا؟ لانه الفارق انه الجريمه لما حدثت
تم نقلها على المباشر اون لايف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. هذا المعطى او هذا الامر هو اللي خلى حادثة جمال بن اسماعيل تأخذ كل هذا الصدى، وثانيا الفعل المتعلق بحرق الجثة أمام وسط الأشخاص، هذا في لغة القانون هذا يسمى بالجرم المشهود. السؤال اللي نطرحه هو السؤال المخالف، ماذا لو لم يتم تصوير ونقل الحادثة على المباشر وعلى مرأة ومسمع الملايين من الجزائريين، هل كانت تأخذ هذه الحادثة أو هذه الجريمة نفس الصدى؟ لا أعتقد ذلك على الإطلاق، لأنه كما ذكرت أنه في الجزائر وقعت ووقعت ووقعت الجرائم وكثير من الأحداث المهولة وما خدتش مثل هذا الصدى. مقتل الرئيس بوضياف على المباشر في سنة 1992 ولكن ما خدتش مثل هذا. هنا في اعتقادي أنه مجموعة من العوامل قد تلاقت، مسألة الحرائق المهولة، ويبدو أن تقصير الدولة فيها واضح، لأنه لما الدولة تكون عاجزة عن تنظيم الحماية المدنية وتوفير الإمكانيات وإعداد المخططات الاستباقية، ونولي ونستعين بالتضامن تاع المواطنين أو بالتضامن تاع الجيش، هذا شيء مليح ولكن غير مقبول. من المفروض تكون مؤسسات وتكون مصالح وتكون جاهزية كما هو يعتف في الدول الأخرى. طيب. نشاهد أوروبا، نشاهد الولايات المتحدة الأمريكية فيها حرائق كبيرة جدا والخسائر، ولكن عندها مؤسسات، عندها أجهزة، عندها مصالح مستعدة. ما يجيوش المواطنين في إطار يعني أقول الحقيقة هذا الشعبوية، دولة ما تمشيش كي معك، دولة محترمة ما تمشيش كما مواطن ما يجيش يطفي النار، العسكري ما يجيش يطفي النار عن طريق استعمال الرفش. إذن هذا العامل الأول. التأويلات التي أعطيت لهذه الحرائق، هل كانت حرائق مفتعلة أو كان طبيعي؟ لازم هناك تحقيقات. أنا شخصيا كرجل قانون نعمل بالتحقيقات والمسائل العلمية. أين هي التحقيقات؟ هل كان هناك متورطين؟ هل كان أدلة؟ إلا كان أشخاص ولا حركة معينة لازم يمثلوا أمام القضاء ويشوفوا. طيب لكن أستاذ عبد الله، أستاذ عبد الله، هناك تحقيقات، قالت السلطة على الأقل أنها أجرت تحقيقات وأن هؤلاء الذين ألقي القبض عليهم هم من تسببوا في هذه الجريمة، هذا أحد أهم نتائج هذا التحقيق، أليس كذلك؟ ولكن بالتحقيقات هذا كلام، يبقى أنه المرور في الجلسات العلنية يجب أن يمثل هؤلاء الأشخاص أمام القضاة في جلسة علنية، يشاهدوا الناس ويسمعوهم ويعرفوا الروايات، ويتم معرفة كيف حدثت مثل هذه الأمور. حينئذ، لأن القضاء هو اللي يطبق القانون ويسعى للحقيقة، حينئذ راح نقف هل هذه الحرائق كانت نتيجة فعل هؤلاء الأشخاص كأحداث منعزلة، أم كانت في إطار تدبير عام بهدف تحقيق أغراض سياسية. هذا الجانب الأول. فيما يتعلق بجمال بن اسماعيل، صفته كحراكي أنه جاي الضرب ثم توفي أو قتل بالطريقة المروعة، نعم. هناك أطراف استغلت طريقة المكان اللي حدثت فيه الجريمة والظروف اللي حدثت فيه الجريمة باش توصل لأهداف وأبعاد أخطر، وهو شيطنة جزء من الشعب الجزائري، وهو تحديدا منطقة القبائل. طيب أستاذ عبد الله، سنأتي لهذه النقطة، سنأتي لهذه النقطة، ولماذا ربما كما قال بعض وأشرت أنت هذه المنطقة تحديدا مستهدفة. جهاد، يعني هل ترى أنه يعني جمال بن اسماعيل الشاب الحراكي، الشاب الذي يشارك في كل مسيرة الحراك ويحاول أن يشجع الآخرين على المساهمة، هل أنت مع من قال معلقا طبعا على جريمة قتله أن الرجل يعني وقع الانتقام منه بسبب هذا النشاط من بعض الأطراف التي قد تكون قريبة من السلطة، حتى يكون عبرة كذلك لشباب آخرين
من نشطاء يعني آخرين من الشباب في الحراك، وبالتالي كما كنا نسمع قبل قليل يشجع في الناس ويقترح يعني الخروج في مسيرات تحت رسائل معينة. هل برأيك قد يكون فعلا الشاب جمال رحمه الله مستهدفا كان حتى قبل وصوله يعني من بعض الأطراف من بعض الجهات؟ بصراحة نقول لك خويا، يعني في الحراك وفي الثورة السلمية من بين المطالب نتاعها بعد احترام الإرادة الشعبية هي المطالبة بالعدالة، والعدالة تطلب منا أن نحترم قرينة البراءة. يعني ما عندناش أدلة، نحن للأسف كمواطنين ما نجموش نبرهنوا أو نجزموا باللي النظام اختار جمال بن إسماعيل باش يتخلص من حراكي وباش يشيطن المنطقة بأكملها. بالتالي أنا ما عنديش الأدلة، ما نجمش نقول هذا الشيء. هذا الأمر وارد جدا. يعني النظام نتاعنا راهو في قمة الذكاء وفي قمة الدهاء لما يتعلق الأمر بقاء على قيد الحياة. هذا الشيء يعني نعرفوه كامل. ممكن جدا أنه يدير حاجة كما هكذا، بصح وش راح نقول لك، ممكن جوست القطر جمال بن إسماعيل قبيلة سمعت باللي شهيد الحرائق. أنا بالنسبة لي نراه شهيد المواطنة، شهيد الوحدة، شهيد الأخوة، شهيد التضامن، لأنه الشيء اللي وصل جمال بن إسماعيل للبلاصة اللي استشهد فيها هو حبه للوطن، حبه للمساعدة، رغبته في أنه يكسر رسالة التفرقة والكراهية اللي كانت منتشرة في الوقت ذاك. وللأسف يعني هذا هو الشيء اللي يؤسفني للغاية، أنه مادام هذا النظام راهو حاضر، مادام راهو واقف، الجزائر ماهيش راح توقف على رجليها. الحقيقة ماهيش راح تبان، الاستثمارات ماهيش راح تصير، لأنه يعني نظام حقار، نظام كذاب، وإنسان يعني اللي ما يصدقش هذا الشيء اللي راني نقول فيه ما عليه إلا يتفرج النشرة تاع 8. الناس كلها راهي تحلم أنها تعيش في النشرة تاع 8. أستاذ عبد الله، أشرت قبل قليل إلى أنه المنطقة نفسها قد تكون مستهدفة من خلال هذه الجريمة، وأشرت إلى أنه حتى الحراك نفسه انطلق من أجواء تلك المنطقة واستمر في تلك المنطقة ربما أكثر من جهات أخرى. حتى الانتخابات الرئاسية يبدو كان هناك صفر مشاركة فيها. هل فعلا تتصور أنه النظام تعمد يعني إذكاء فتنة معينة في تلك المنطقة انتقاما منها؟ يا سليم، هل نتهم النظام بطريق مباشر أو بشكل مباشر أو غير مباشر؟ هو الشيء الملموس أو الواضح هي الحملات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ومن طرف الذباب الإلكتروني. ومعروف كاين أصوات معينة محسوبة على النظام أنها كانت شنت هجومات عنيفة جدا آنذاك. هذا أنه رد فعل أو انتقام من المساهمة والإسهام الكبير لمنطقة القبائل في الحراك، وأيضا موقفها من المسار التأسيسي أو المسار المسارات الانتخابية اللي تبنتها السلطة بعد الحراك. يبدو أن جريمة القتل أو هذه الحادثة أريد لها أن تأخذ أبعاد أكثر. أعتقد أنها مشت باش تعقد القبائل، حابين يعقدوا خاوتنا القبائل بقضية جمال بن إسماعيل. وهذا هو الشيء أن اليوم راني نلاحظ أنه في الصفحات تذكروا، يعني ماهوش باش نقصوا من قيمة المرحوم أو الإنسان يكون عقلاني ويكون لما يشوف الأحداث يحاول يعرف وين الناس هذو حابين يمشيوا. فيه ملف من المفروض أنه ملف كيما هذا ما يتحققش فيه في عام، من المفروض التحقيق يأخذ عامين ولا ثلاث سنين، لأنه جريمة بمثل هذه أو جريمة أو فعل اللي فيه الناس متورطين للمعايير متاع القضاء الدولي يدي الوقت. ومن المفروض أنه ملف كما هذا يعرض أمام المحكمة العليا. هذه هي دولة المؤسسات فعلا، وليس أنه ملف بمثل هذا الأمر يغلق يراد إغلاقه قضائيا ويروح للمحاكمة. أنا ننتظر شخصيا، أنا ننتظر المحاكمة راح يتبرمج هذا الملف في الخريف أو في الربيع القادم
الجلسة العلنية لما ينزلوا هؤلاء الأشخاص المتهمين. أنا ما نقدرش نقول باللي هما داروا ولا ما داروش، أما عندهم قرينة وطراءة، هما لما يجيوا ينزلوا أمام العدالة وتوجه لهم الاتهامات في جلسة علنية والناس يكونوا يسمعوا وحاضرين وشاهدين، حينئذ مهما كان العمل ومهما كانت الاجتهادات والمحاولات لإخفاء الحقيقة، على الأقل راح يعني يرحب. أستاذ عبد الله، أستاذ عبد الله، يعني أنت يعني لك يعني شعور وإحساس أن النظام يريد إغلاق هذا الملف في أقرب وقت ممكن؟ أنا لا أتهم النظام، لماذا؟ لأنه من الناحية القانونية فيه متهمين من جهة وفيه ضحية وفيها النيابة. أنه ملف بمثل هذا الحجم والممارسة القضائية مشهورة، لما نتحدث نتحدث على التعامل القضائي، وهذا شيء موجود كامل، أنه ملفات لما تكون بالخطورة والتعقيد، أنه شيء معروف أنها تصعد للمحكمة العليا. ملف الخليفة، ملفات الفتح، ملفات كثيرة تصعد للمحكمة العليا، على الأقل المحكمة العليا تلقي نظرة عليها في هذا الملف. السؤال أنا اللي طرحته وقبل ما نننن، لماذا هذا الملف لم يتم الطعن فيه؟ لماذا لم يعمد الأطراف، لما نقول الأطراف سواء الضحية أو محاميه وكذا المتهمين بعددهم، لماذا لم يطعنوا في قرار الإحالة أمام محكمة الجنايات؟ هؤلاء الأطراف أشخاص، النيابة العامة، النيابة العامة لما نقولوا النيابة العامة السلطة، لأن النيابة العامة يساعدها أنهم يمثلوا أمام القضاء. السؤال يطرح على الضحايا وعلى المتهمين، لماذا لم يطعن بالنقض في هذا الملف؟ على الأقل المحكمة العليا تشوفوا، على الأقل تطلع عليه، باش نقولوا باللي تكون عندنا دولة مؤسسات، تكون دولة قانون، وتكون دولة لكل الجميع يوضع يده في الخلطة. هنا يبدو لي أنه فيه إرادة أو نية للتسريع في التخلص من الملف. نعم. قال نمشي للمحاكمة ولتصدر الأحكام سواء بالإدانة أو التبرئة، وفيما بعد نخليه الوقت للعدالة والعدالة للوقت، والمعروف أنه الوقت. طيب لماذا برأيك أستاذ عبد الله، لماذا هذه المحاولة حسب تفسيرك من جملة معطيات يعني متوفرة، لماذا هذه المحاولة لغلق الملف في أسرع وقت ممكن، خوفا من ماذا؟ ممكن تفسير أنه ناس السجن، هي كان تفسير القانوني أو تفسير تاع الممارسة، أنه فيه سجناء كثير يفكروا بمنطق المصلحة نتاعهم ويقولوا احنا في الجزائر عندنا أننا نمشيوا للشرع، نمشيوا نتحاكموا في الجلسة، اللي يتعاقب يتعاقب، واللي يدي براءة يدي براءة، هذا الشيء معروف عندنا كممارسين تاع القانون. نعم. وتاع القضاء معروف، ولكن في منظور أنه ملف بمثل هذه الخطورة وبيلف اللي خذا صدام تاع قضية وطنية، ما هيش قضية رأي عام أكثر من قضية ولا قضية وطنية. تصوروا أنه السلطة تقدم تعويضات لي أو تقدم، ما هيش تعويضات، نقولوا مساعدات لأب الضحية. أنا حتى السلطة تدخلت في هذا الملف، إذن من المفروض أنه هذا الملف كان يأخذ الطريق القانوني السليم نتاعو حتى نحيو الشك والشبهة، لأنه فيه اتهامات اللي توجه للنظام وفيه اتهامات اللي توجه لحركة المق، وكل واحد يقول وكاين الطرح اللي يقول بأنه هذه الحادثة عرضية وإنما كانت سيتيتان كونكور دو سيركونستانس، كانت تلاقي مجموعة من الظروف نخليوها للمستقبل للمحاكمة لعل وعسى يتبين خيط أبي من الخيط. أستاذ عبدالله بقى ما يعود إليك في سؤال ختامي مشكور. جهاد حليمي، سنتابع وإياك والأستاذ عبدالله والمشاهدين جنازة جمال بن إسماعيل رحمه الله، ثم نعود للتعليق. وما ناش حكارين، احنا ناس ولاد البلاد، اما انا نعطو يعني مثال المدينة مليانة، نعطو مثال المدينة مليانة وجزاكم الله خير.
جمال حليمي، جنازة مهيبة من خلال الصور، ماذا تعكس هذه الجماهير الكبيرة والحاشدة التي كانت حاضرة في جنازة جمال رحمه الله؟ هنا جمال، وسبب أنه راح ثم جزائري، راح باش يخمدنا الفتنة، راح باش يعاون ولاد وبنات بلاده أنهم يتصدوا الحرائق اللي نورمالمون الدولة هي اللي عندها الإمكانيات باش تصد عليهم. نظن باللي هذا تواجد هذا التضامن في الجنازة نتاعه وهذا أدنى شيء. ربي سبحانه لما تدير الخير راح تلقى الخير، وإنسان يدير الخير وعنده نوايا حسنة الخاتمة نتاعه تأكيد راح تكون كما هذا، هذه سنة الحياة. طيب، لكن هذا التضامن لم يقع فقط جهاد في الجنازة، يعني التضامن جمال نفسه ذهب يعني تضامنا مع تلك المنطقة. هل يشكل بشكل ما تضامن الشعب الجزائري وحده، خاصة في قضايا مهمة ومصيرية؟ شفنا ذلك في الحراك، شفنا ذلك في الحراك الأخير وفي مناسبات أخرى في كورونا. هذا التضامن الشعبي هل يشكل بطريقة ما خطرا حتى على السلطة؟ لأن التضامن هذا كذلك، أو الموقف الموحد، رأيناه حتى في محطات سياسية، الانتخابات التشريعية، انتخابات الرئاسية، تعديل الدستور، كل هذه المحطات السياسية رأينا فيها تضامنا شعبيا رافضا لهذه الخارطة الطريق أو لهذا. هل يشكل ذلك خوفا أو خطرا على السلطة أن ترى الناس بهذا التضامن خلف قضية واحدة؟ الشعب الجزائري، أي يعني كنشوفوا الجزائر عبر التاريخ، فاتوا علينا بزاف استعمارات، فات الاستعمار الفرنسي، الاتراك من قبل، يعني فاتوا بزاف. وهذا يعني السلطات الفعلية في الجزائر ينجحوا في طريقة تسيير الجزائر بسياسة فرق تسد. لما نشوفوا لما الداي حسين استسلم للجنرال الفرنسي، أعطاه بعض النصائح، من بين النصائح هي أنه فرقهم وقعد أنت ما بيناتهم. والنظام الجزائري للأسف راه يستعمل في نفس السياسة. بالتأكيد هو ما تخدموش لما الشعب الجزائري يتوحد، والحراك من بين الشعارات نتاعه قوتنا في وحدتنا، للأسف ما نحترموهش سوفا، بس قوتنا في وحدتنا. نظن باللي النظام خلق هذا التفريق وخرجت له خارج السيطرة. لما حب يفرقنا خلق هذا الأفار تاع الهوية، يعني مش هو اللي خلقها، هي خلقت في الحراك، لأنه من بين المسائل المتعقدة في الجزائر ما بعد الاستقلال بار اكزومبل، بالنسبة للهوية نتاعنا الأمازيغية ديما نكنسوها تحت الحصير، وجات سياسة التعريب، وكاين فئة كبيرة من ولاد وبنات الجزائر غير قابلين بهذه السياسة، كاين ناس بزاف يعني تصدوا لهذه السياسة شبكوا، يعني أصروا أنهم يحافظوا على لغة جدادنا. الناس في تيزي، في بجاية، في خنشلة، في باتنا، في غردايا، وهذا من مشاكل تاع بعض هذه المناطق مع النظام. دونك كانت بزاف مشاكل شائكة اللي دائما يكنسوهم تحت الحصير، لما جاء الحراك خرجوا. يعني أنا كنت من بين الناس اللي نقول باللي يا جماعة الأولوية نتاعنا لازم تكون عودة الشرعية الشعبية للدولة الجزائرية، لأنه مثل هذه المسائل على سبيل المثال مسألة تاع الهوية هي مسألة عاطفية، ولما نهضروا فيها تكون شرارات. وللأسف رانا في وضع وين لما نهضروا أنا وياك وكاين شرارات، راه كاين نظام فوق منا بدون ليسونس يستنى الشرارة باش يشعلها. دونك أنا بالنسبة لي وش راح نقول لك، نظن باللي النظام ما تخدموش أن نكونوا متوحدين، ماذا به أن نكونوا متوحدين في الطاعة تاعو. بصح للأسف لما خلقوا هذه التفرقة بين الجزائريين الناطقين بالعربية والناطقين بالأمازيغية، خرجت لهم تحت السيطرة، من تحت السيطرة نتاعهم، ودات أبعاد اللي حتى هم ما كانوش متوقعين. جهاد، ابقى معي. أستاذ عبد الله، أختم معك بسؤالك عن سبب إلقاء السلطة في الجزائر الاتهام على أطراف
خارجية وراء هذه الحرائق. اتهمت المغرب، اتهمت حركة جهاد والماك، حركة رشاد عفوا والماك بالوقوف خلف هذه الحرائق. أيمن بن عبد الرحمن قال نفس الكلام، وقال هناك أدلة وهناك صور وغيره في أول طبعا تعليق رسمي. لماذا محاولة إلقاء التهمة على الآخرين، على الجهات الخارجية، يعني بطريقة ما وكأنهم يقولون نحن فشلنا كدولة في إيقاف هذا الخطر الخارجي الذي تسبب في هذه الحرائق؟ لماذا لا تتحمل حقيقة السلطة مسؤولية ما حصل؟ أن النظام الجزائري في كل لما يجي يواجه مشكل كبير أو مشكل أو أزمة لم تكن متوقعة أو يظهر الفشل نتاعه فيها، أن يخرج لنا في زاعة التدخل الأجنبي أو التواطؤ الأجنبي، هذه معروفة. إذا المسؤولين اتهموا شئات أجنبية، الاتهام يجب أن تصاحبه الأدلة أو الشواهد، ولا سيما على مثل هذه المستويات، أنك تتهم دول أو منظمات أو جهات معينة بافتعال حرائق في ولاية برمتها واللي نجت عليها خسائر كبيرة. إذن وش كان دور أجهزة الأمن والاستعلام وجهة المخابرات اللي موجودة في البلاد؟ ما هل ما كانش تعرف البلاد؟ أنا أعتقد أنه الدرس، أول درس يجب أن تأخذ السلطة أو النظام من جل المقتل، حادثة مقتل جمال بن إسماعيل وحرائق منطقة القبائل، هو أنه تكون عندنا دولة أننا نتخلص من الشعبوية، أنه لما يوقع حريق في غابة معينة ما يجيش المواطن من خنشلة لتيزي وزو ولا من وهران لتيزي وزو باش يساهم في إطفاء الحرائق، لأنه ما هيش هذه المهمة نتاعه. أنه لما يوقع حريق ما يجيش الجندي بالرفش، ما هيش مهمته. دولة المؤسسات اللي السلطة راهي تتغنى بها منذ الاستقلال، ما تنساوش باللي بومدين قال اللي دار الانقلاب وعقل الدستور، كان أبني الدولة لا تزول بزوال الرجال. كيف يعقل أنه بعد 60 سنة من الاستقلال ما قدرناش نوضع مخططات لحماية الثروة والبيئة الغابية؟ المئات من الملايير من الدولارات صرفت وما قدرناش نديروا مثل هذا النظام، لأنه لو أنه النظام ما يحبش الشعب الجزائري الضامن، سهلة بسيطة جدا. نعم. يوضع أجهزة الحماية المدنية، أجهزة الحرس تاع الغابات، ما يجي حتى جزائري. إذن هذه هي الدولة الحقيقية، الدولة لا تبنى بالشعبوية، لأنه حتى الشعبوية قد تشكل خطر على النظام. تضامن الجزائريين، هبة الجزائريين نحو منطقة القبائل في العرق، المساعدات طبعا أخفت السلطة، وهو الفشل أو عدم قدرة السلطة على الاستشراف اللي خلات الجزائريين. لو كان عندنا مؤسسات، لو كان عندنا أجهزة، لو كان عندنا مصالح، كل واحد يخدم خدمته، الدولة ما تسيرها الشعبوية. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله هبول، المحامي والناشط الحقوقي، كنت معي من الجزائر. شكرا للمشاركة والإفادة. من الجزائر ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد إيوان أوغان. مرحبا بك أستاذ محمد، وشكرا جزيلا لانضمامك إلينا. إذن عام على جريمة الحرق هناك في منطقة القبائل، وتحديدا ربما اليوم حديث على جريمة قتل الشاب جمال بن إسماعيل رحمه الله. هل برأيك وقع الاهتمام بهذه الجريمة وأكثر من اللازم، كما كان يتحدث قبل قليل أستاذ عبد الله هبول يقول أو يسأل هو لماذا هذه الحادثة أخذت حيزا أكبر من حوادث أخرى ربما مماثلة أو أشد عنفا لكنها لم تحظى بنفس الاهتمام؟ يسأل أن هناك سبب، هل أنت مع هذا الرأي؟ هو الاستغلال وليس الاهتمام، لأن الاهتمام هو القضية لم تأخذ الاهتمام اللازم. لو أخذت القضية الاهتمام اللازم الآن بعد عام من المفروض تظهر نتائج التحقيق. نعم. بان
الحقيقة حول اغتيال على الأقل المواطنين مطاطشين باش يعرفوا الخلفيات الحقيقية الأبعاد كل الأبعاد هذه القضية، لأن المواطنين الآن بعد عام من الحادثة تجاوزوا نوعا ما المرحلة العاطفية هذه وأصبحوا يطرحوا أسئلة كثيرة حول ظروف وملابسات اغتيال هذا الشاب اللي راح للمنطقة باش يقدم يد المساعدة كما كل المواطنين اللي راحوا تما. الشيء اللي يبقى المواطنين كلهم يتذكروه هو أنه هو الدور اللي لعبه والد هذا الشاب هذا في تفادي يعني في فتنة كبيرة. أما ما عدا ذلك كل ما حدث من نهار ما مات المرحوم جمال بن اسماعيل إلى اليوم هو استغلال سياسي لا أقل ولا أكثر، لم يخدم في أي لحظة التقدم في التحقيق أو في إظهار حقيقة الجريمة. لما تقول استغلال سياسي ماذا تقصد أستاذ محمد؟ كله استغلال، كل الجريمة كلها كانت عبارة عن استغلال سياسي من البداية. الإعلام بشكل عام، السلطة بشكل عام كذلك ما انتظرتش ظهور نتائج تحقيق معينة باش تبدأ تكومينيكي كما يقولوا بالدرجة هنا فهذه القضية هذه، وتبدأ انطلقت الإعلام خاصة الإعلام الرسمي والسلطة بدأوا يتجروا بالقضية قبل ظهور أي نتائج، بينما نتائج التحقيق الآن وصلت إلى قرار الإحالة لأنه غرفة الاتهام الآن أحالت القضية للمحاكمة، معناه هناك نتائج معينة للتحقيق اللي مازال ما عرفناهاش واش هي، ننتظروا المحاكمة باش نعرفوا واش وصلت ليه واش وصل ليه القضاء من نتائج. مي السلطة منذ البداية أعطت للقضية هذه صبغة سياسية، وبقت هذه الصبغة السياسية هي اللي تغيى الأذهان. طيب فيما يتعلق كذلك ب يعني مسؤولية النظام أستاذ محمد، فيما تكمن تحديدا برأيك؟ مسؤولية الدولة تكمن في دور مصالح الأمن. لا يعقل في أي بلد يكون شخص بين أيدي مصالح الأمن سواء متهم أو مشتبه فيه أو أي شيء، يكون بين أيدي مصالح الأمن ويلقى روحه وقع بين أيدي مجموعة هايجة ولا غاضبة ولا مجنونة ولا متطرفة سميها واش تحب. لا يمكن أن يكون شخص بين أيدي مصالح الأمن ويوقع في الوضع اللي وقع فيه المرحوم جمال بن اسماعيل، هذا غير مقبول مهما كانت التفاسير اللي حاولوا يقدموها السلطات، حاولت تقدمها لسبب عدم قدرة أعوان الأمن على حماية جمال بن اسماعيل تبقى كلها مبررات غير مقنعة وغير كافية، خاصة وأنه ظهر في المدة الأخيرة أنه قرابة 30 شرطي تأسسوا كطرف مدني كضحايا في هذه القضية. يا هل طارتهم 30 شرطي ضحايا، كلكم 30 شرطي ما قدروش ينقذوا شخص، مجموعة مهما كان عددهم 700 800 1000 900 1000 مقابل 30 شرطي قدروا. شفنا عدد أعوان شرطة اللي كانوا يسيروا المسيرات تاع ملايين، ما همش ملايين أعوان شرطة اللي يتحكموا اللي كانوا يسيروا في ملايين متظاهرين في العاصمة ولا في كل في باقي الولايات. إذا كان كل حشد ولا كل تجمع تاع 800 شخص لازم له 800 شرطي باش ما تصيرش جريمة، هنا ما فرجش، هنا ما وليناش أمام مولناش يعني في 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 دولة قائمة بمصالحها بقانونها بمؤسساتها إلى آخره، سمعنا ولنا في قانون الغاب. جهاد حليمي، توافق أستاذ محمد لما يحدد المسؤولية السلطة ربما بدرجة أولى في عناصر الأمن، يقول أن العدد هذا كافي لتفريق تلك الجموع، ربما كان يمكن حتى استعمال الغاز مسيل الدموع أو أي شيء لتفريق تلك الجموع من حول السيارة وشيء من هذا لم يحصل، هل توافق هذا الرأي؟
انا نوافق توافق مطلق، وهذا الشيء قالوا جوبونس نور الدين بكروح مباشره بعد الاحداث، قال باللي الشرطه كان بامكانها انها تسيطر على الوضع، كان بامكانهم انهم تيتيري في السماء باش يخوف الناس، والا حتى اذا كانت الشرطه مضطره انها تقيس الناس باش تدافع على شخص بريء حتى تثبت الإدانة تاعو، ما كانش حتى مشكل. للأسف كان تجربة نتاع الربيع الأسود وتجاوزات اللي صارت بعد ما تضرب ماسيني ساقرماح الله يرحمه، وبالتالي جبونس كان حساسية كبيرة وخوف كبير من أنه قوات الأمن تدخل. بصح المسؤولية نتاع النظام اللي أساء لهيبة الدولة من خلال تاع الخوف تاع يقول لهم ما تتدخلش لا دير لنا مشكل كبير، هذه إساءة كبيرة وهذه مسؤولية تامة. بصح كاين مسؤولية صغيرة تاعنا كشعب، لأنه الشيء اللي صرا في تيزي وزو في الأربعة ناثرات كان بإمكانه أنه يصرى في أي منطقة يعني من مناطق الجزائر. لما تتحرق دارك، لما يتقاسوا ويموتوا أهلك وجيرانك، ولما يصرح وزير الأول نتاع بلادك باللي هذه راهي حرائق يعني عندها سبب إجرامي، بالتالي أي إنسان تبدأ تعس، أي براني ولا أي حاجة، نحنا ما لازمش نعيشوا في الغابة تاع كل واحد يجيب حقه. يعني كون نحن كشعب تاع تقول هذا السيد راهو تحت سيطرة الدولة، دونك نتمنى أن القضاء يكون عادل وهو اللي راح يجيب حقه، بالتالي المأساة كما هذه ما كانتش راح تصرى. بالتالي هذه المأساة كان بإمكانها أنها تصرى في أي بلاصة في الجزائر، ونتمنى أن نحن كشعب يعني الموت نتاع جمال جينا تصرفقنا باش تفوقنا، تاع قال ما تنجمش تجيب حقك في يدك، ما راناش عايشين في غابة. ربي سبحانه قالها تبينوا، يعني شيء مؤسف. نحن ثاني عندنا جانب من المسؤولية، ونتمنى أنه الشهادة تاع خونا جمال تكون يعني حاجة تفيقنا، لأنه ما نجموش نكملوا بهذه الطريقة. سيفري لما نتلموا كشعب ويكون عدد نتاعنا كبير، نحسوا رواحنا يعني قويين لدرجة أنه واحد ما يغلبنا ونحن هما اللي نفضوا راينا، بس هذا الشيء ما يدينا حتى بلاصة راهو دانا الجريمة، يعني فريمون تخلينا نحشم كوننا جزائري. أستاذ محمد ديوان وغن، ما رأيك في أو تعليقك على إلقاء التهمة على أطراف خارجية كانت وراء برواية النظام وراء هذه الحرائق؟ طريقة تواصل السلطة في هذه القضية لا فاصون دو كومونيكي اللي اخترتها السلطة في القضية هذه هي من البدايه انها حابه تعطيها صبغه سياسيه، تعطيها بواد سياسي، بالتالي خرجناك تماما من التحقيق القضائي في هذه القضيه. السلطه لم يعد يهمها تحديد من المجرم، من القاتل، من ارتكب جريمه القتل، لا يهمها استغلالها سياسيا، وقامت بذلك وراهي تبع كل الأطراف، الماك، الأطراف خارجية إلى آخره، حبت تعطي توضع القضية هذه في 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 صبغة مؤامرة دولية ضد الجزائر إلى آخره. الهدف الوحيد هو الدفاع على النظام، هذا ما كان، ما عندهمش هدف واحد آخر. أما ظهور نتائج تحقيق أو إقامة العدالة وإظهار الحقيقة، حقيقة من المجرم الحقيقي الفاعل الحقيقي المرتكب الجريمة، هذا آخر اهتمامات. طيب لكن أستاذ محمد، يعني إلقاء الجريمة التهمة على أطراف خارجية، وطبعا أنت عارف بعدها كان فيه مؤتمر صحفي لربطان العمامرة وأعلن قطع العلاقات مع المغرب وغيره، ألا يعطي إشارة وكأنه الجزائر بلد مستباح؟ أي طرف خارجي ممكن يأتي يفعل فيه ما يشاء في نهاية الأمر، ألا يعطي إشارة على أنه الدولة ضعيفة غير قادرة على تأمين يعني مساحتها، تأمين نفسها داخليا؟ إذا اليوم عملوا في شيء في تزويز، ممكن في أي منطقة أخرى أطراف دائما خارجية ممكن تفعل أي فتنة أخرى، أي مصيبة أخرى، والنظام غير قادر على حماية البلد. أليست ألا يعطي رسالة بهذا المعنى حينما يلقي التهمة على أطراف خارجية؟ هذا لا يهم السلطة كثيرا ما دام هي تعرف يعني مدى قوتها ومكانتها في الساحة الدولية، دونك مسألة العلاقات الدولية عندها طرق كيفاش تسيرها. بالنسبة للإعلام
طريقه التعامل الاعلامي ولا تقديم قضيه كما قضيه جمال بن اسماعيل والحرائق اللي اندلعت العام الماضي في منطقه القبائل ولا اي كارثه اخرى اللي راح تجف في المستقبل ان شاء الله ما يكونوش ما يزيدوش يصراو كوارث كما هذو. كل هذه للاستهلاك تاع الراي العام فقط، الاستهلاك الداخلي ماهيش راح تاثر على صوره الجزائر كما نصوروها احنا في الخارج، ربما عند المواطن عند الاجانب، يعني اي مواطن اجنبي ياخذ صوره سيئه عن الجزائر هذيك ما يهمهمش، هما ما يمدوش لي فيزا للناس باش يجوا للجزائر من بكري، دونك الجزائر ماهوش بلد تاع السواح اللي راهم يجيو السياح اللي يهتموا بمثل هذه الاعتبارات، ربما الدول اللي تجلب سواح بزاف اللي يحوسوا يجيبوا سياح بزاف. حنا النظام صافي لونطو اثبت انه ما يحتاجش السياح بلاك او يطرد في السياح، دونك هذا ماهوش هما ما تهمهمش بزاف القضيه هذه. هما الشيء اللي يهمهم في القضيه هو تكوين ملفات ثقيله اللي تخليهم يدافعوا على ما يريدون الحصول عليه الان، هو الاكستراديسيون تاع مجموعه من النشطاء في الخارج فرحه مهني واعضاء تاع راشد الى اخره، يحوسوا يكونوا دي دوسي لور زعما ملفات ثقيله اللي تخليهم زعما يقدروا يبرروا الطلبات التسليم هذه اللي راهم اعلنوا عليها في نعم. هو المشكل استاذ محمد انه يعني كل هذه الملفات التي تقدم للخارج يعني في نظر المنظمات والمتابعين الدقيقين لتفاصيل الاحداث ملفات فارغه وحجج وادله يعني لا قيمه لها بل غير معتبره في نظر سلطات في الخارج. لا ما نقولوش فارغه ولا ماهيش فارغه، ما دام هما اللي عندهم الملفات اخويا خليهم سيدي بونكار خليهم يدافعوا على الملفات تاعهم ونشوفوا واش يكون هذا. طيب جهاد، فيما يتعلق بهذا التصرف او هذا السلوك، يعني الا يخفي وراءه كذلك يعني محاوله البحث عن طرف اخر تلقى عليه المسؤوليه وعدم تحمل المسؤوليه حقيقه في انهم هم المقصرون، هم الذين لم يوفروا الامن الضروري، هم الذين لم يوفروا الظروف الضروريه كذلك لاطفاء هذه الحرائق لانها تقع كل سنه، هم الذين لم يتعظوا ولم يتعلموا من دروس السنوات الماضيه، يعني لما تبحث السلطة عن أعذار أخرى أو عن أعداء آخرين أو تريد أن تظهر نفسها أنها مستهدفة، ألا يخفي كل هذا حقيقة أن هناك في قرارة أنفسهم علما وتأكدا بمشكلة الشرعية في علاقة بالشعب، أنه فعلا شرعية هذه السلطة إذن مطعون فيها شعبيا، أن هذه السلطة تعلم أنها ليست مقبولة شعبيا وبالتالي لابد أن تبحث عن دعنا نقول أعذار أخرى لتغطية هذا العجز، عجزها عن أن تكون مقبولة عند المواطن الجزائري. أول شيء لما يلوموا جهات أجنبية وخاصة المخزن، الهدف منها هو أنهم يعزوا الفئة نتاع المتضامنين معهم، كما على بالك لما تكون بار اكزومبل الناس بزاف يطعنوا في شرعية النظام باش راح تروح تقسمهم باش راح تروح تجيب فئة كبيرة منهم، هو أنك تقول لهم الجزائر في خطر، وأغلبية الجزائريين لما تسمع باللي الجزائر في خطر يقول لك أنا أخويا على ود عمي وأنا ود عمي على البراني، دونك بالتالي يتعاطفوا مع النظام، وهذا الشيء اللي مشى وما زال يمشي وما زال راح يمشي مره واحده اخرى، لانه فئه كبيره لما تجي تعارض النظام على اساس انه نظام غير شرعي يقول لك يا ودي وي عم بالي به غير شرعي، بصح للاسف الوضع الحالي ما يمكننيش من اني ندور على النظام باسكو سينو راح نولوا فريسه سهله للبراني. هذه نقطه. نقطه واحده اخرى سيكو للاسف لما يتهم المخزن ولا يتهم جهات اجنبيه ما عندهاش ثمن بالنسبه للنظام ما تكلفوش، وهنا نرجع لواحد النقطه واحده اخرى باش نعطيك مثال على هذا الشيء باللي ما تكلفوش هذا التصريح. فئه كبيره من ولاد وبنات بلادنا درك في وسائل التواصل الاجتماعي يتضامنوا ويندوا بالممارسات نتاع الصهاينه في فلسطين. هذا الشيء ما يكلفهم والو. نظام عمره ما راح يطبطب على الباب نتاعهم ويقول له ارواح المنشور هذا ما عجبنيش. بصح لما نفس او
ممارسات اللي تشبه الممارسات نتاع الصهاينه تم في الجزائر يسكتوا عليهم، خاطر عندها ثمن، خاطر كي دير منشور على واش يصرى في الجزائر راح يطبطبوا على بابك وممكن راح يرفدوك ويحاكموك وتصبح في سيب تربح. دونك بالتالي لما يلوم البراني ما عندهاش ثمن بالنسبه لهم، كما قال الاخ الصحفي من قبلك، يعني ما عندناش سياح وما يهمناش راي الاخرين في النظام في الجزائر. النقطه الثالثه، سيفري هي تسيء للهيبة نتاع الدولة حوايج كما هكذا. سمعت الخطاب نتاع تبون الأخير لما يقول ما راناش كورونبير، يا خويا بصح لما تقول باللي المروك جا وحرق لي الغابات نتاعي ماكش غير كورونبير، قنطرة اللي يجي يفوت عليك وهذا أمر ماشي مليح. والحرائق اللي تمت تدل باللي الدولة الجزائرية، يعني النظام، اسمحوا لي ماشي الدولة، النظام يستثمر في الأمور اللي عندها أولوية بالنسبة له، والأولوية نتاعه هي بقاؤه في الحكم. على هذيك تلقى أفخم وأجدد وأحدث المعدات القمح الشعب، بصح ما تلقاش الطيارات باغ اكزومبل اللي تصب الماء ولا البسانات اللي يروحوا للطيارات هذوما يعمروا منهم بالماء. ونشوفوا هذا الشيء في التصريح تاع تبون لما راح للمعرض راح يسوق باش يشري طياره وكانه يشري في تقاشر. يعني عام برسك عام بعد هك الحرائق هذيك اللي طفوها طائرات فرنسيه بالمناسبه. ينضم الينا من باريس الناشط في الجاليه الجزائري محمد الامين مقران. مرحبا بك استاذ محمد الامين، شكرا لانضمامك الينا. اليوم في باريس كان هناك وقفه طبعا احياء لذكرى مقتل جمال بن اسماعيل رحمه الله. ما الذي حدث بالضبط هناك؟ عدد المشاركين وما هي الغايه او الرساله من هذا النشاط؟ السلام عليكم أخي سمير. السلام. أحييك وأحيي كل شرفاء الجزائر أينما كانوا. أولا حبيت نترحم على جمال بن إسماعيل وعلى العشرات اللي توفوا إثر الحريق اللي شب سنة 2021، ربي إن شاء الله يرحمهم ويكتبهم مع الشهداء. على كل حال الوقفة كانت هنا في باريس وإنما كانت منسقة مع 15 مدينة أخرى، إلا تسمح لي نذكرها، اللي هي برشلونة، بروكسل، برلين، كوبنهاغن، جنيف، لندن، ليون، مارسي، ميلانو، نيويورك، أوسلو، أوتاوا، دوسلدورف، سانت إتيان وستراسبور. يعني كانت منسقة في نفس الطابع، في نفس الأهداف، نقول الأهداف السياسية. وعلى كل حال الهدف اللي كان اليوم هو أولا إحياء ذكرى باش ما ننساوش ضحايا 2021، صيف 2021. جمال بن إسماعيل ربي يرحمه، على كل حال هو رمز الوحدة، هو بابا نور الدين اللي نحييوه على الدرس اللي مدو الجزائر للعالم في الوحدة، عمليا ماشي غير نظريا، خطر الوحدة الناس قاعد تهضر عليها، وإنما عمليا باش يموت لك وليدك وتسمح وتروح لهذيك المنطقة وهذيك المنطقة يجوا ليك وتستقبلهم، كما يقولوا القوري الفول فيرل، ماشي الانسان كاع اللي يقدر يدير هذه، باش تكون عنده الرفعه في الاخلاق وفي الروح باش يقدر يدير هذا الحاجه. نحييوه بهذه المناسبه. هذه الوقفه اليوم كانت لاحياء ذكرى اغتيال جمال بن اسماعيل، واغتيال بالاهمال او بغيره، الا كانت يعني خطه ممنهجه او بالاهمال، اغتيال اكثر من 200، على كل حال رقم ماشي محدود، أكثر من 200 ضحية في منطقة القبائل ومناطق أخرى مثل باتنا وقنشلة وشلف وعنابة وسكيكدا وغيرها. يعني ما كانش غير في منطقة القبائل، وإنما خصوصا منطقة القبائل لأهداف إلى جبهة الموضوع. يعني نبدي رأيي علاش صارت في هذه المنطقة والأهداف علاش كانت في هذه المنطقة، وإنما اليوم حبينا نحيي الذكرى وحبينا نقولوا باللي النظام الجزائري بعد سنة لم يقم أي تحقيق يعني قيم بمتهمين أو مرتكبي الأفعال، ماشي كما قال الوزير الأول أنها إجرامية. إجرامنا حبينا نشوفوا المجرمين هادو شكون هما، أولا يكون تحقيق عدد الضحايا. أخي سمير ما كاش عدد الضحايا، هنا نعرفوا باللي حياة المواطن الجزائري ما عندها حتى قيمة. هنا تشوف الدول المتطورة كي يكون عندهم خسائر بالك أسابيع بعدها يحسبوا حتى المواشي،
احنا الشعب الجزائري مات مالنا ما نعرفوش. بعض الجمعيات تقول كاين 230 250 ضحيه، تروح في في, في الجهات الرسميه تصيب 90 او حوالي 90 ضحيه، يعني حتى رقم الضحايا ما عندناش. بعد سنه لا تحقيق ولا تحقيق على الذين قاموا بالجريمه، هل هي ممنهجه؟ دوك حنا شفنا لا، على كل حال السيناريو اللي قام في هذيك الايام شفنا باللي ناس في منطقه شعلوا النيران في بلادهم، شعلت النيران في ديارهم في اهليهم. طيب محمد، وما عندهم حتى اعانه. محمد امين، الوقفه هذه نتاع باريس اليوم، الرساله التي تصل او يجب ان تصل الى من هم في الخارج كذلك، ليس من الجزائريين بل من الأطراف الأخرى، منظمات حقوقية، هيئات رسمية في 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 الدول، في باريس وفي باقي هذه الدول، هل تتصور أنها تساهم أو كيف تساهم في تبيان صورة ما حدث هناك، وربما بطريقة ما قول الحقيقة على خلاف ما تحاول ربما السلطة الترويج له؟ يعني احنا كمقيمين في الخارج، احنا رانا كسفراء للجزائريين اللي الصوت تاعهم ما يلحقش كما هو كما هي حقيقته، اوضحهم ما يعرفها حتى واحد كما هي كما هي حقيقتها، والقمع اللي عايشين فيه والرداء والاهمال والموت بالاهمال، خطر ما نساوش بلي كانت النيران، كان قبلها كورونا وكان الاكسجين ما كاش، مكثفات الاكسجين كانت تروح منا من الجاليه، وكان الجزائر تنعدم فيها المؤسسات وتنعدم فيها السلطات. الجالية شعب يسلك الشعب، أين الدولة؟ أين ماشي الدولة؟ أين النظام؟ أين السلطة؟ الدولة أكبر من ذلك. ولكن حنا هنا رانا في الجالية كسفراء نقلوا الوضع الحقيقي للجزائر المدفونة، خاطر عندنا الجزائر تاع كلوب ديبا وعندنا الجزائر المدفونة. حنا نقلوا الوضع الحقيقي والوقائع والصدمات والقمع اللي صرا، والقتل، هذا قتل، هذا كما تاع جمال بن اسماعيل، والقتل بالاهمال تاع الضحايا الاخرين اللي صرا. دوك الى النظام هذا، النظام القائم عنده الدليل بانه يثبت غير ذلك، مرحبا. اين هو التحقيق؟ اين هي الادله المنطقيه اللي يقبلها العقل؟ ماشي الادله هذيك تاع زوج دور، اسمحوا لي الكلمه، الادله طيب اللي يتقبلها العقل. اين هي كيفاش نقول لك، أن هي تحقيق المسؤولية للنظام هذا والمؤسسة تاعو؟ هنا شوفوا نعطيك مثال قوسين برك. هنا في فرنسا كان مباراة كرة قدم مانشستر برشلونة، كان المناصرين ما دخلوش والشرطة ضربتهم بالغاز، وزير الداخلية هو المسؤول تحاسب أمام برلمان الشعب. يعني هذا شوية غاز، حنا الغاز ما نهضروش عليه في الجزائر، يعني هذه حاجة عادية الناس ولاو يتنفسوه. حرائق، الناس ماتت، ما كان حتى تحقيق. الجزائريين قالوا بلي هذه خطة ممنهجة لضرب منطقة القبائل ولأهداف أخرى. إذا النظام عنده عكس ذلك، مرحبا. احنا دوكا نلحقوا صوت الشعب الجزائري برمته. إلى النظام عنده رأي آخر، مرحبا. وإلى عنده قال لك احنا بلاد حقوق الإنسان، يجيب الحجة تاعو ويقابل بكل شفافية. سيدي احنا ما نقولوش باللي النظام اللي حرق، الشعب يقول النظام اللي حرق والنظام اللي قتل والنظام اللي همل، احنا ما نقولوش هذا الشيء. الشعب او يشكك، اعطينا يا نظام، اعطينا التحقيق باللي ماشي هذا الشيء اللي صرا، واضح، واعطينا المجرمين، حبينا العدالة والحقيقة للجميع. نعم محمد لمين، ابقى معي اعود اليك في سؤال ختامي. استاذ محمد ايوانوغان، فيما يتعلق بدور وسائل الاعلام في هذه الجريمة، وربما أخص بالذكر الأعلام الوطنية في داخل البلاد ربما القريبة من السلطة، هل لديها مسؤولية في ذلك برأيك؟ مسؤولية في فواش؟ في هذه الجريمة، في طريقة تغطيتها، في ربما عدم كشف الحقيقة كما هي والحديث عن الجريمة كما حصلت، في أنها ربما بعضها حتى تبنت وجهة النظر الرسمية لما حدث، وكل ذلك ربما في نظر بعض المراقبين أنه ساهم في التغطية عن الأسباب الحقيقية أو في إبعاد بطريقة ما المسؤولية عن النظام.
المسؤوليه في الجريمه يتحملها مرتكبي الجريمه، ما يتحملها لا وسائل الاعلام ولا حتى واحد اخر. لازم نعرفوا شكون ارتكب الجريمه هذه باش نعرفوا باش نحدوا المسؤوليه. لا يمكن تحميل مسؤوليه الجريمه في اي جريمه واحده اخرى لوسائل الاعلام ولا لمنطقه كامله ولا للسلطه هكذا بشكل مطلق ولا لاي طرف واحد اخر. لازم يكون تحقيق ويظهر من مرتكب الجريمه، لان المسؤوليه الجزائيه هي مسؤوليه فرديه وليست مسؤوليه جماعيه، وما هيش كلام فارغ واحد يهدر يتهم لي حد. لازم باش تتهم طرف لازم يكون عندك ادله، والادله ما كان غير القضاء اللي يقدر يكون عنده ادله اثبات الحقيقه في مثل هذه الجرائم. اما فيما يخص الاستغلال، سي نورمال من حق اي صحيفه تعطي التاويل اللي تحب للاحداث، تدافع على الروايه الرسميه، تدافع على الروايه الرسميه على روحها. المشكل في الاعلام الجزائري اليوم ما كاش تعدديه، ما كاش راي اخر. كنت نشوف صفحات قبيله مانيش عارف لاني مانيش نقرا الصحافه الجزائريه، توقفت على قراءتها. مانيش عارف الصفحات الاولى اللي كنت نشوفها الان في ليكرون اسكو جديده تاع اليوم ولا قديمه، اللي تقول له تليفون ابارلي وتليفون تاع جمال بسماعيل في حقائق مذهله الى اخره. هذه الصفحات الاولى صفحات جديده تاع اليوم تاع الصحافه ولا لا؟ هي الجريده الصحف التي تحدثت عن الحادثة وقت حصولها السنه الماضيه، وقتها ماهيش تاع اليوم. إيه، لان اذا كان اليوم مازال هم يتكلموا على تليفون تكلم ولا تليفون جمال بن اسماعيل يخفي يظهر حقائق مذهله، اتهام الناس على اساس تليفون على اساس فيديو، هذا اصلا حتى في القضاء، القضاء لا ياخذ من المفروض الفيديو والصوره والتسجيل الصوتي الى اخره، كل هذه ماهيش ادله قطعيه عند العداله. هذه لازم نتفاهموا عليها، القضاء ما لا ياخذ بعين الاعتبار تسجيلات كسوة صورة ولا تسجيل صوتي ولا ما ياخذهاش كدليل قطعي ضدك، ضد الاتهام اي شخص بجريمة معينة. ممكن تكون ربما شغل اون بيست اللي ممكن العدالة تتبعها باش توصل للحقيقة، اما باش تتهمك العدالة على اساس فيديو ولا على اساس تسجيل صوتي هذا هذا في القانون ممنوع. في القانون على كل التحقيق جزء من عمل التحقيق هو التحقيق في مثل هذه الوثائق التي، لكن وسائل الاعلام استاذ محمد في نظر البعض يعني كان لها دور في التسويق على سبيل المثال لرواية النظام بالقول ان اطراف خارجية تقف وراء الحرائق بصفة عامة. لا ليش خليها تسوق، خليها تسوق للرواية الرسمية. المهم تكون مقنعة، المهم الرواية اللي تجيبها الصحافة هذه مقنعة. لحد ساعة الصحافة الجزائرية فقدت القدرة على إقناع الرأي العام الجزائري. الآن الرأي العام الجزائري لم يعد يأخذ بمحمل الجد هذه الصحافة بكل أنواعها. لماذا؟ سوى الصحافة الورقية ولا التلفزيونات، بدليل أنه شاب جزائري بعد أشهر ولا سنوات ولا أسابيع حملة انتخابية في الصحافة الجزائرية في وسائل الإعلام الجزائرية من بعد شاب ما يروحش يفوتي. دونك هذا دليل قاطع باللي الآن كان قاطع بين الرأي العام الوطني بين الجمهور الجزائري ووسائل الإعلام الجزائرية. لم تعد هذه الوسائل الإعلامية لا يعد لها أي تأثير على الرأي العام الوطني. جهاد، ما تعليقك على هذا الدور الذي لعبته وتلعبه كذلك وسائل الإعلام؟ محمد ونوغن يشير إلى نقطة مهمة، أنه ممكن تحكي ما تريد لكن خلي الآخرين كذلك يبدون رأيهم، يعني حتى يكون الرأي وعكسه وتكون هناك ما يسمى بحرية الصحافة، الشيء اللي غير موجود أو مفقود في الجزائر. حرية الصحافة كما قلت مفقودة في الجزائر، الأغلبية تاع الإعلام تاع بلادنا لما يقولوا له قول يهضر، لما يقولوا له اسكت يسكت. بالتالي واش راح نقول لك، يعني هذه النقطة باينة. بالنسبة لي أنا كمعارض إذا كان عندي رسالة نحب نبعثها، هي أنه بالنسبة لي مسؤولية النظام مسؤولية تامة في زوج أمور. الأمر الأول هو عدم حماية جمال بن إسماعيل يعني من طرف أفراد الأمن، هذه مسؤولية واضحة وضوح الشمس. مسؤولية ثانية تاع النظام هي الإهمال من خلال عدم توفير المعدات اللازمة لحماية الجزائر من الحرائق، يعني الجزائر وشعبها. أما بالنسبة لبعض الإخوان
المعارضين لما يقول لك جمال بن اسماعيل جابوه المخابرات وهم اللي حطوه والجنرال الفلاني هو اللي حطوه، نقول لهم نفس الشيء اللي نقوله للنظام، جيبوا الدليل نتاعكم. ونتمنى انه خاوتنا المعارضين يعني يبديوا اهميه لهذه النقطه، خاطر راهي مهمه. درك راهو بقاو بقايا العصابات وبقايا الحراك، والشعب راهم بيناتهم يخزر شكون اكثرهم خطر على الجزائر، بالتالي ما لازمش نرتكبوا نفس الاخطاء اللي يرتكب فيها هذا النظام. محمد لمين، يعني في النهايه هل يعني مثل هذه الأحداث، عدم ظهور التحقيق أو نتائج التحقيق بالشكل الواضح، وعدم كذلك تحمل مسؤوليته النظام، هل يزيد في هذا البون الشاسع في المسافة بينه وبين الشعب الجزائري؟ هذا شيء طبيعي أخي سمير، فقدان الثقة هذا، كل هذه الأحداث المتعاقبة تجعل الشعب يفقد الثقة في السلطات اللي راهي تحكم فيها. على كل حال احنا شفنا الشعب الجزائري اللي عارض الانتخاب، يعني هذا النظام القائم الشعب ماشي راضي به، بالك 5% تاع فئة مستفيدة، وإنما الشعب 95% ماشي راضي به. يعني ديجا هنا كانت مسافة كبيرة، مسبقا كانت مسافة كبيرة، ثم يا سيدي نقولوا لو كان هذا النظام جات عنده شويه ذكاء يسيد يتقرب من الشعب تاعو بشويه عدل، قليلا من العدل وقليلا من الانصاف وقليلا من المعدات. نرى المعدات كنادر مازال ما لحقش يشريونا طياره تاع الروس وحده اللي تطفي ما نش عارف فيها شحال فيها من لتر، ما تصلح لوالو. شفنا في معدات حرب اللي تصلح غير مع الجيران، يعني يدير اضعف ما يقدر يديره مع الشعب باش يتقرب منه باش ينقص من هذيك المسافه اللي كانت بعيده بادئا ببدء. ولكن النظام يزيد يبعد الشعب بهذه الاهمالات، وهذه مازال على كل حال مازلنا نشوفوا باللي الغني القريب الى السلطه يزيد يغنى في الجزائر، والفقير يزيد يفقر. انا نشوفوا ظاهره الحراقه كاش ولدت بطريقه عجيبه، نشوفوا الفقر، نشوفوا الناس تاكل من الفضلات حاشاكم. يعني النظام الجزائري وكانه يعمد باش يبعد على الشعب تاعو، والثقه الى فقدت الثقه مع انسان ولا الحاكم مع المحكوم، اذا راح الثقه باش تعاود تردها شيء صعيب. على كل حال هو عنده استراتيجيه، ولو احنا نقولوا النظام غادي ونظام النظام عنده استراتيجيه. نعم. وعنده نظريه الصدمه ويعرف واش هو يدير. يعني احنا نشوفوا في الواجهه، نشوفوا دائما في الواجهه. نعم. الكفاءات عندهم كفاءه صفر، ولكن وراء الستار كان يخدموا استراتيجيات. يعني واضح. الشعب لازم يكون فطن باش. نعم. يقاوم هذه الاستراتيجيه اللي تندار ضده. شكرا محمد لمين، مقرانا الناشط في الجاليه الجزائري، كنت معي من باريس. استاذ محمد ايوانو، اختم معك برايك في مستقبل هذه العلاقه بين الشعب وبين السلطه. يعني يبدو انه في كل يوم يمر، شهر يمر، هناك تزداد البون والمسافه بين يعني الطرفين. هناك راي عام سائد ربما شعبي يقول انه السلطه لا تفكر فينا وليست مستعده للوقوف معنا في ازمات مثل الازمه هذه، ازمه الغذاء وغلاء الاسعار والندره وغيرها، لم تحظى باهتمام رسمي كبير. كيف تتوقع مستقبل العلاقه بين الطرفين؟ العلاقه بين الشعب والجمهور او الراي العام الجزائري مع السلطه تقريب من الاستقلال هي القطيعه. تقريب الشعب الجزائري لم يكن يهتم بالشان السياسي طيله فتره الحزب الواحد، ولم يكن ينتخب، ما كانش يعني الهيئات المنتخبه اللي كانت تحكم الجزائر طيله فتره الحزب الواحد هي كلها انتخابات تشكيليه وهيئات لم تكن تمثيليه، الى غايه فتره التعدديه القصيره هذيك تاع عامين، وين الشعب اصبح يهتم بالشان السياسي لكن لفتره قصيره جدا. السلطه قدرت بسبب الارهاب، لان الارهاب هو اللي خلى الشعب الجزائري يلتف حول الدوله، ماهوش حول السلطه، حول الدوله.
شعب جزائري أنقذ الدولة، دافع على الدولة تاعه ولم ينقذ السلطة، ولكن السلطة ما فهمتش الرسالة هذه، استغلت الوضع باش تبقى تستمر تبقى تستمر في السلطة، تحكم هذا الشعب الجزائري بغير إرادته، بغير مؤسسات اللي تمثله التمثيل حقيقي. جاء 2019 الشاب عاود عبر على هذه الإرادة هذه، والسلطة ما حبش تسمع له. دونك القطاعة مستمرة، القطاعة بين السلطة والشاب مستمرة وراح تستمر. مستحيل أنه هذا النظام يقدر يكون أنجور يمثل الشعب الجزائري، ولا يلقى روسات باش يكون يمثل الشعب الجزائري وينظم انتخابات اللي الشعب الجزائري راح يفوت فيها بقوة صح، وراح يعبر وراح ينتخب ممثلين تاعو، وفي نفس الوقت الممثلين تاعو هذوك يمثلوا السلطة ولا ترضى عليهم السلطة. هذا أمر مستحيل، سبع من سبع المستحيلات. الآن كيفاش راح تكون النهاية بين السلطة هذه وهذا الشاب؟ أكيد الشاب هو اللي راح ينتصر، مكتشر لأنه مستحيل السلطة تنتصر على الشعب، الشعب هو اللي راح ينتصر. مكتشر يكون هذا الانتصار أحد ما يقدر يتوقع اسكو سافا ديوري دي زاني ولا دون كالك زاني ولا بليزير زاني، هذه واحد ما يقدر يتوقعها. شكرا جزيلا لك محمد إيوان غن الكاتب والصحفي، كنت معي من الجزائر، على المشاركة والإفادة بارك الله فيك. وجهاد حليمي المدون والناشط في الجالية الجزائرية من موريال، شكرا جزيلا لك كذلك، والشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام. موعدنا غدا بإذن الله، السلام عليكم.